نعم، تساوت مصائرهم على حد سواء، الأطباء والمرضى في مستشفى الحسين في الناصرية. ألم الفراق دفع أهل الضحايا وناشطي ذي قار لزيارة مكان الفاجعة، فلا عيد يطرق أبوابهم، بل الحزن على من قضوا حرقا حيث أصدت الأبواب دونهم. ما عندنا طقوس أعياد اليوم، يعني كل العوائل منكوبة، كل العوائل يعني بالبيت ما لها خلق لأي عيد لأي مناسبة، خصوصا هاي المناسبة مال حريق المستشفى. ما عايدنا نهائيا، اجينا هنا عايدنا بالمستشفى. احنا هسه ميتين قهر على الارواح، راحت ويا ذنب راحت، ولحد الان ما صدر اي واحد وقال هذا تقرير مال الاجرام. يعني ليش هيك ارواح البشر عندكم رخيصه؟ بأي ذنب توفي هؤلاء حرقا؟ سؤال لا يزال يتردد صداه، حيث تأتي الفاجعة مع رفض الشارع العراقي استشراء الفساد الحكومي والمحاصصة التي اهتمت بالمكاسب وأهملت إجراءات السلامة في المستشفيات، تلك التي وقعت ضحية لحوادث إحراق متكررة يؤكد العراقيون أنها متعمدة. فجعنا بهذه الفاجعة الأليمة التي سيبقى أثرها على أنفسنا وقلوبنا، وسيبقى هذا المكان هو شاهدا على هذه الفاجعة الأليمة وهذه الجريمة النكراء التي ألمت بمدينة الناصرية. أولئك الضحايا الذين أتوا إلى هذه المستشفى لينالوا العلاج ليتشافوا من المرض، لكن مع شديد الأسف قتلوهم أشر قتلة. ولا يبقى للعراقيين أمام تكرار الجرائم بحقهم إلا الحزن، مترافقا مع الحراك المدني والتظاهر سلاحا لتغيير الواقع الجاثم على صدورهم، حيث يقتلون بيد السياسيين الذين قالوا إنهم سيجلبون الديمقراطية للبلاد، وإذا بالدمار لا غير يحل في العراق.